أصدقائي، كيف حالكم؟ ماذا كانت القصة الماضية؟ كانت قصة اللقاء مع الرسامة اللطيفة جداً الذي تعزي الناس الحزينين. يا ترى، لمن يأخذ الملاك البنت اليوم؟ هل نستمع إلى القصة مباشرة؟ هنا صالون، صحيح؟ نعم صحيح، هناك شخص يمكنه أن يصفف شعرك بالشكل الذي تريدونه. ما رأيك أن تقابلي؟ حقا؟ نعم، فكرة ممتازة. مرحبا، هل تستطيعين أن تصممي تسريحات الشعر المتنوعة؟ أهلا وسهلا أيتها الطفلة الصغيرة. نعم صحيح، أصفف شعر الناس بشكل لطيف حسب تسريحات الشعر المروجة. أحس بالشعور الجميل عندما أرى الناس يشعرون بالرضا. هناك تسريحة شعر مناسبة لك بالضبط، ما رأيك أن تجربي؟ نعم، غيري تسريحة شعري بشكل رائع من فضلك، سأتطلع إليها. نعم، كيف تسريحة شعرك؟ واو، تعجبني جدا، ولون شعري جميل، شكرا لك. هيا نرسم مصففة الشعر والبنت.
أيها المدرسون، ساعدوا الأطفال كي يلونوا بحرية. Thank you.
قماش أبيض، ولكن ليس ممتعاً دون تلوينه، لذلك لونته بلون رمادي بشكل خفيف. قد اكتمل كل شيء يا أعزائي. كيف كانت القصة يا أصدقائي؟ قد تغيرت تسريحة شعر البنت بشكل جميل جداً. ومهارة مصففة الشعر التي تغير شعر الزبائن بشكل جميل ورائع جداً. أن يصبح لدينا حلم مثل هذا جيد أيضاً. أي تسريحة شعر ولون تحبون يا أعزائي؟ ارسموا تسريحات الشعر وألوانه كما تحبون بشكل متنوع. اللون البنفسجي أو اللون الوردي سيكون رائعاً. إذن أراكم المرة القادمة. إلى اللقاء.